عرف الأسد له عنوان، عنوانه الدماغ، عنوانه الأعصاب، عنوانه الذاكرة، الإدراك، المعرفة، فيعزز هذه المعالم كلها، وبالطبع يحسن كثيرا من مظاهر الزهايمر، مظاهر الخراف الذي يحصل عند كبار السن. ليس هذا فقط، الناس اللي بيعانوا من عملية ضمور دماغي أو بداية ضمور دماغي، ننصحهم بتناول الشيئين، الفطر الريشي وفطر عرف الأسد كلاهما، لأنه أنا بحاجة هنا لتعزيز مناعة وإزالة سمية، وأيضا أريد أمور تعمل على مين؟ على الدماغ، وتعمل على الأعصاب في هذه المنطقة على وجه التحديد.